تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 19 يوليو 2016. ومرة تانية أنا لا أقصد أخوف حد، أنا بل بالعكس أنا أقصد أن أشجع الناس إنها تلتفت لحياتها الروحية. ما أقصدش أحدد مواعيد، اللي فهمني إن أنا بحدد مواعيد يبقى أنا آسف، معلش فهمني خطأ. وحاجة مهمة جدا إن أنا يهمني إن الناس كلها تستعد، حياة الاستعداد قبل الظلمة ما تسود قوي لأنها بدأت تسود. اللي يهمني إن أنا أقوله، يا ريت نذكر بعضنا باستمرار إن إحنا نستعد. يا ريت كل واحد يفكر التاني ويفكر نفسه باستمرار، هل النهارده كان يوم خطوة حلوة أو خطوة مهمة في خطوات طريقنا لملكوت السموات، ولا يوم عدى وضاع زي بقية الأيام اللي بيعرف يسرقها مننا الشيطان؟ هو ده بأمان هدفي من هذه الخدمة. الكتاب المقدس قصد يقول لنا علامات كتيرة، قال لنا أخبار حروب تقوم أمة على أمة، مملكة على مملكة، قال لنا هنسمع عن زلازل، الزلازل تزيد، قال لنا هتحصل مجاعات سواء بسبب جفاف أو غيره، قال لنا هنسمع عن أوبئة تزيد، قال لنا تكون مخاوف بكل أنواعها اقتصادية وغيره، وعلامات عظيمة في السماء، تكون علامات في الشمس والقمر والنجوم، وعلى الأرض كرب، الناس تبقى باستمرار خايفة، العالم مضطرب زي أمواج البحر المضطربة، الناس تبقى يخشى عليها من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة حينئذ يبصرون ابن الإنسان أتين في سحابة بقوة ومجد كثير. ليه؟ ربنا قال لنا العلامات دي زي ما قلت، أولا أهم حاجة ما تخافوش، المسرح يحصل، ده داعش، ده عمل، ده بتاع، ما تقلقوش، أنتوا في إيدين ربنا. فربنا قال لنا حاجات قبل ما تحصل عشان لما تحصل ما نخافش، لا ترتاعوا، أنتوا في إيدين ربنا اللي إداكم كل الوعود إن أنتوا في إيده. الحاجة التانية، علشان نؤمن في زمن ربنا عارف إن شككونا في كل كلمة في الكتاب المقدس وفي كل معلومة. وسمعنا النهاردة كم من الشبهات هذا عددها في خدمتنا النهاردة مع بعض، شفتوا مثال على هذا. فربنا إدانا علامات ونبوات موجودة في الكتاب المقدس تتحقق أمام أعيننا عشان نتأكد من كل كلمة موجودة في الكتاب المقدس قد إيه دقيقة وصح. والحاجة الثالثة والمهمة واللي في رأيي أهم، حياة الاستعداد. قال لنا لما تبدأ العلامات دي ومتى ابتدأت، تكتمل في قد إيه؟ أنا في 70، في 700، معلش أنا آسف صوت ابتدى يروح فسامحوني. تكتمل في قد إيه؟ ملناش دعوة، لكن ربنا قال لنا أول ما تبتدي تستعد، فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب. هو ده اللي أنا بقوله. المسيح هيجي إمتى؟ معرفش. بكرة، القرن الجاي، معرفش، لكن أنا يهمني إن في بعض من العلامات اللي قالها بدأت، فيهمني إن إحنا نبدأ نستعد مباشرة. ما تهملش، ما تأجلش البكرة، الآن تقف قدام ربنا. علامات في السماء زي ما قالنا، وكنا بنتكلم النهاردة على تساقط الأجسام الفضائية على الأرض زي شهب والنيازك اللي كترت قوي. محطة الفضاء الصينية القديمة غالبا هتهبط من السماء على الأرض، فربنا يحافظ على الناس يا رب. اكتشاف صقيع في الفضاء، ده من ميل أونلاين. بقعة شمسية عملاقة تتكون فجأة على الشمس، ربنا يستر. غالبا صوت الانفجار القوي اللي سمع في سماء فلوريدا هو كان بسبب انفجار نيزك أو كرة نارية، ف كترت قوي حالات انفجار أجسام فضائية والكرات النارية والشهب والنيازك اللي فعلا كترت تساقطها على الأرض أو الأجسام الفضائية اللي بتقترب من الأرض. الأمواج العالمية أقصد به العالم المضطرب وحتى مضطرب، والناس خايفة من حتى الطقس والتقلبات اللي بتحصل فيه. الأعاصير والفيضان يترك تدمير كتير في مسؤولة، فعلا خرب حتة كبيرة، ربنا يحافظ على كل يا رب. إعلان حالة الطوارئ بسبب الفيضان الثقيل في ويسكون. بص المنظر قد إيه، 5000 يخلون بيوتهم بسبب الفيضانات في نيكاراغوا، وأيضا الأمطار في غواتيمالا تصل إلى 14 بوصة في 24 ساعة. الناس آدي بيوتها غرقت وبيقوا عايشين في مراكب أو بيتنقلوا بمراكب أو بينقذوا الناس من خلال المراكب. عاصفة برد ثلجي مدمرة في البرازيل تدمر آلاف منازل. ده احنا بنتكلم على الصيف مش بنتكلم على الشتاء.
يتزايد عدد البحيرات الكبيرة اللي تختفي فجأة أو بسرعة حول العالم. فعلا بقت مشكلة. على سبيل المثال بحيرة في تشاد اختفت، تاني أكبر بحيرة مياه عذبة في بوليفيا فجأة تختفي. انتوا عارفين انه الحرب القادمة اعتقد او احد الحروب القادمة او الصراع القادم مش هيبقى على البترول، الصراع القادم هيبقى على مية الشرب اللي فعلا كل مالها بتزيد ندرة. الزلازل اللي قال لنا الكتاب المقدس هتزيد، وده فعلا اللي بيحصل. يوم الأربعاء اللي فات 37 زلزال، منهم 6.3 في جزيرة راؤول شرق استراليا، وكتير خمسة فوق. زي ما قلت لحضراتكم أنا بطلت الأسبوع ده كان كم ضخم من الزلازل اللي هي خمسة وفما فوق، بس أنا بطلت أتكلم عن رقم خمسة من كثرته. اللي كنا زمان نسمع زلزالين ثلاثة أقوية في الشهر، أو نسمع على 30 زلزال مهم في السنة، بينا دلوقتي نسمع عن رقم مش خمسة، بينا نسمع عن رقم ستة. أعتقد الناس ابتدت كمان تتعود على رقم ستة من كتر ما ابتديت أقوله في الغرفة هنا، اللي يعتبر كان نادر، اللي كان يتعدى على الصوابع في السنة، بينا نسمعه كل أسبوع أكتر من مرة. زلزال 6.3 بالقرب من نيوزلندا يسبب خسائر. زلزال بقوة 5 ريختر يضرب طوكيو يوم الحد اللي فات يسبب ذعر. 18 زلزال متوسط يضربوا كاليفورنيا في يوم واحد بس، في 24 ساعة 18 زلزال في كاليفورنيا في ولاية واحدة. ده من CBS نيوز. البركين اللي أيضا زادت، كنا نسمع عن 3-4 براكين في السنة، دلوقتي بص بينا نسمع عن كام بركان نشط في نفس الأسبوع. أرض المنطقة البركانية كامبي في إيطاليا، والذي يعتبر واحد من أخطر براكين الكرة الأرضية، تستمر في الارتفاع. أربع براكين أخرى تنفجر في يوم واحد، يوم 11 يوليو 4 براكين انفجروا في أماكن مختلفة على الكرة الأرضية. بركان عملاق في إيطاليا يبدأ يتيقظ بعد خمول دام ما يقرب من حسب الأعمار اللي بيقدروها 36 ألف سنة. بركان بيتون قد ينفجر مرة تانية. فالبراكين فعلا زادت والدخان ابتدى يزيد زي ما قال الكتاب المقدس، يصعد دخان من الأتون. فتحات أرضية اللي كانت تعتبر عجيبة من الأعجيب دلوقتي أصبحت باستمرار. فتحة أرضية عملاقة في غرب تكساس، هذه منظرة مع حضراتكم وبتزيد. طريق بطول، أسف أخطأت معلش، بطول 600 قدم ينهار بسبب فتحة أرضية عملاقة في كولومبيا. كل ده فتحة أرضية واحدة. رعشات أرضية قوية تسبب ذعر في نيجيريا، وبرضو الطرق تنهار. موت كائنات جماعي اللي قالين عنه سفر هوشع أو سفر صفانيا، سمك البحر ينزع، وده يحصل قبل عقاب الإنسان. اللي كنا نسمع عن حادثة في السنة أو اثنين أو ثلاثة أو أحيانا مفيش، كلام ده لغاية 2007 و2008 بالساتلايت ووسائل الإعلام. بص بينا نسمع عن كم حادثة دلوقتي في الأسبوع وأحيانا في اليوم. يوم 7 يوليو موت الألاف من الأسماك في قناة في فلوريدا في أمريكا، هذا المنظر لحضراتكم. يوم 8 يوليو قتل 14 ألف من البط في الوزن الطيور في أونتاريو كندا، ده من CBC نيوز. يوم 9 يوليو في حادث غريب من نوعه، 100 من صغار سمك القرش يترموا ميتين على شاطئ في ألاباما بطريقة حد شافها قبل كده، ده من فوكس تي في. فحتى الشارك اللي معروف ان هو ريزيليانت قد ايه وما بيموتش بالسهولة دي، كمان ده ابتدى يترمي ميت على شاطئ البحر. هو اللي بيحصل فعلا زي ما قال سفر الرؤيا 12، وسيخرب الذين يخربون الارض، زي ما بيخربوا الارض فعلا ربنا هيعاقبهم في الاخر. كمان يرموا العيب على ربنا الملحدين ويقولوا لو كان ربنا موجود ما كانش ده حصل. لا، ربنا ما عملش الكلام ده، الإنسان هو اللي أفسد الأرض وربنا هيعاقبه. يوم 13 يوليو قتل 40 ألف طائر بسبب إنفلونزا الطيور في هولندا. يوم 14 يوليو موت كتير من الطيور البحرية في فيكتوريا كندا، تقع ميتة. في نفس اليوم موت أكثر من 200 ألف من الأسماك
في شاطئ في كارولاينا الشمالية في أمريكا، بص المنظر على مرمى البصر، سمك ميت. يوم 15 يوليو موت 3500 من البط البري بجوار الهند، آدي خبر. يوم 16 يوليو موت الألاف من الأسماك في شواطئ في فلوريدا في أمريكا، برضو قدام حضراتكم شاطئ بطوله كل ده سمك ميت كل ده. سنة 2016 قد تكون أسوأ سنة في التاريخ على الفراشات البريطانية. كنا لسه النهاردة بندرس موضوع الفراشات في بريطانيا التي أصبح أجناس كثيرة منها مهددة مثل الكثير من أجناس الحشرات اللي بتنقض بسرعة، والكلام ده من جارديا. وده السؤال لو تفتكروا سألته من عدة أسابيع، احنا بنشوف الانقراض وبنشوف عدد الأجناس في النازل، هم فين التطور المستمر وفين الأجناس الجديدة المفروض؟ فين؟ ما بنشوفش أي جنس جديد، بنشوف أجناس بتنقرض وبس. أليس ده دليل على الخلق وليس التطور؟ استمرار التقارير عن تناقص شديد في أجناس الحشرات، وتقرير قدام حضراتكم أيضا في هذا الأمر. هجوم من الحشرات على نيفادا، الأوبئة اللي زادت زي ما قالنا الكتاب المقدس هتكون في أوبئة في أماكن. وصل عدد حالات المصابين بزيكا فيروس في فلوريدا بس إلى 282 حالة. عدد الحالات اللي التي بي التيبركلوزس تتزايد في كولورادو، في اكتشاف 16 حالة من اللاجئين مصابة. أيضا الجنورية والأمراض التناسلية أو الأمراض الجنسية، الجنورية المقاومة لكل الأدوية تزيد بمعدل خطر، وده من CBS News. نبات غريب يسبب العدوى ينتشر في أمريكا الشمالية، فبرضو الناس تخلي بالها اللي يطلعوا في حتة خلوية يخلي بالهم من هذا النبات، لأنه للأسف ممكن يسبب عمى للأطفال. أيضا الطحالب السامة تنمو بشكل ضخم في فلوريدا، توصل لدرجة من تجمعها أن هي ممكن أن هي تشافت من الفضاء، وده من لايف ساينس، بالساتلايت كانوا شايفين الطحالب اللي بتنمو في فلوريدا من كثرتها والضخامة بتاعت المساحة اللي انتشرت فيها، وبسبب موت أسماك كثيرة كل يوم في فلوريدا. أخبار حروب، وزي ما لنا الكتاب المقدس عن هتسمعوا عن حروب وأخبار حروب. رئيس الصين يطلب من جيشه أن يستعد للحرب، ليه هو إيه اللي بيحصل؟ الصين تحذر اليابان من أن تتوقف عن أن تتدخل في جنوب بحر الصين، ده من رويترز. السفن الحربية الأمريكية تحيط بالمياه المتنازع عليها من الصين في وضع كما لو كان يبدو كاستعداد للحرب. أيضا روسيا تقوم بتدريبات عسكرية استعدادا لحرب عالمية ثالثة. طائرات حربية روسية حديثة جدا تستطيع أن تطلق صواريخ نووية من الفضاء الخارجي، فدي الطائرات الحديثة دي مش بس تطلق صواريخ من جو أرض، دي من الفضاء صواريخ نووية. روسيا تعد للحرب العالمية الثالثة. بوتين رفض 50 قيادة من الجيش، رفضوا أن يواجهوا سفن حلف الناتو وحذر من اقتراب الحرب. معلش أنا آسف، صوت ابتدى يتعب شوية فسامحوني، أعتذر يا رب، أعتذر لحضراتكم. روسيا ستحرك النظام الدفاع الصاروخي S-400 كمان في كريميا، يعني بتزيد من توسعها والمناطق اللي بتسيطر عليها، وده من راشن تايمز. يوجد جواسيس من روسيا في بريطانيا أكتر من اللي كانوا موجودين أثناء الحرب الباردة. أمريكا ترسل أنشطة في المواقع الاختبارية النووية في كوريا الشمالية، وده من ABC News.
فالعالم كله دلوقتي أصبح مشتعل. كوريا الشمالية تهدد اليابان ومخاوف من حرب عالمية ثالثة. مركب حربي إيراني يقترب من سفينة حربية أمريكية بطريقة خطرة، وده من فوكس نيوز. والغريب، معلش سامحوني في التعبير ده، يا ريت تسلفوني عقلكم، انه كل اللي بتعمله ايران وكل التجارب النوويه وكل المصايب دي كلها وكل التهديدات، وجون كيري يقول ان العالم اصبح اكثر امانا بعد اتفاق ايران النووي. اشد في شعري ويقولوا اتجنن. طب ازاي ما حد يفسر لي التعبير ده؟ العالم اصبح اكثر امان بعد اتفاق ايران النووي. طب اللي بتعمله ايران ده كله ايه بعد الهديه اللي ادها لها اوباما؟ مش عارف، معلش يمكن غبي للدرجات دي ومش شايف اللي بيحصل. إيران تقوم برابع اختبار لصواريخ بعيدة المدى منذ توقيع الاتفاق النووي مع أوباما اللي كان من سنة مضت، يعني في الاحتفال السنوي للاتفاقية مع أوباما، الهدية اللي اداها لإيران حبيبة قلبه، ده من فوكس نيوز. تقوم بتجربة أخرى أو تجربة رابعة، والصواريخ دي ليها قدرة على حمل الرؤوس النووية. الخطير في هذا الأمر أنه إيران استخدمت تكنولوجيا أحضرتها من كوريا الشمالية. يعني أوباما إدى الهدية لما حصلتش دي لإيران، وإيران دلوقتي بتتعامل مع كوريا ومع الشمالية ومع روسيا أعداء أمريكا. هو ليه أوباما دايما مع أعداء أمريكا وضد حلفاء أمريكا؟ حاجة غريبة الراجل ده. إسرائيل تستعد لاحتمال تهديد بحرب كيميائية، لأنه غالبا حماس وغيره بيجيبوا أسلحة كيميائية من إيران. البلدوزرات والمدرعات الإسرائيلية تدخل الأراضي السورية. الجيش الأمريكي يحذر أفراده من أن يتجنبوا 37 مدينة بيها ثورة من السود ضد الشرطة الأمريكية. انتوا عارفين أمريكا الأيام دي مقلوبة، ده من واشنطن تايمز. الجماعة بلاك لايف ماتر أعتقد، أنا آسف نسيت اسمها سامحوني، ودلوقتي الشرطة الأمريكية بتتقتل في كل مكان، لدرجة أن الجيش بيحذر أفراده من 37 مدينة أمريكية علشان الثورات اللي حصل فيها. انقلاب جيش تركيا ضد أردوغان، التمثيلية اللي حصلت غالبا، واتقتل فيها 161 شخص، ده من CNN. لكن الغريب ان الجنود استسلموا السبت صباحا بعد الميليشيات الأردوغانية اللي طلعت، وفشل الانقلاب اللي اتقتل فيه 161 شخص. لكن بعض وسائل الأخبار العالمية، أعتقد احتمال كبير حضراتكم تكون سمعتوا عن الموضوع ده، تتساءل هل أردوغان هو اللي خطط لهذا الانقلاب على نفسه عشان يحقق مكاسب سياسية كتيرة كان يعجز عن تحقيقها ويقضي على معارضيه بالكامل بعد ما كانت ابتدت تهتز، بل عشان كمان يجبر أمريكا على تسليم جولن المعارض بتاع أردوغان والهارب لأمريكا. ده كمان ابتدى مش بس يتضح ان هو إشاعة بدون دليل، بل ابتدى يتقدم دليل من الجنود الامريكان في القاعدة الامريكية اللي في تركيا. الكلام ده مش كلامي، الكلام ده ميل اونلاين، انا ملاش رأي في الموضوع ده، انا بنقول لكم اللي اتقال. فبتتساءل ميل اونلاين هل أردوغان ستيج ذكور؟ بل أردوغان طرد مباشرة، ده يوم السبت يعني ملحقش حتى يفوق لو كان فعلا ده انقلاب حقيقي، 2745 قاضي وقبض على المئات منهم مباشرة، كما لو كانت خطة معدة والأسماء جاهزة. قبض على طلبة مباشرة وغيره في كل مكان مباشرة، كما لو كانت القوائم جاهزة. بل تركيا تحتجز 1500 جندي أمريكي
كرهائن بس مش بطريقة مباشرة، لكن مش هتخليهم يتحركوا في أي مكان حتى تطلق أمريكا المعارض بتاع أردوغان. اللي ما قدرش أردوغان يعمله في كل الثمان سنين والعشر سنين اللي فاتوا، موضوع الانقلاب اللي شكله غريب ده هيحقق كل الأغراض بتاعة الإخوان المسلمين في تركيا اللي ما قدرش يعملها أردوغان العشر سنين اللي فاتوا. على فكرة القاعدة الأمريكية في تركيا بها فعلا رؤوس نووية، والحكومة التركية مغلقاها ومسيطرة على المنطقة اللي حواليها حتى الآن، والكلام ده من تي نيوز اللي هو راشن تايم نيوز. عارفين القصة اللي حصلت للأسف، سيارة محملة بالأسلحة صار بها السائق بتاعها في وسط تجمع في فرنسا، قتلوا 77 شخص وجرح أكثر من 110. ده من فوكس نيوز، ده كان احتفال للأسف. اتضح ان هو مسلم، وصل عدد الموتى الى 84، لكن اول ما الخبر اتنشر كان بيقولوا 77 ووصل بعد كده 84. اتضح ان هو مسلم، ده من الاندنت، وصل عدد الموتى 84 وفوق 100 جريح. وايضا سيارة اشتعلت بجوار برج ايفل في نفس الوقت، ده من نيوز، وادي زارها، ده برج إيفيل وآدي السيارة المشتعلة. وداعش تعلن عن مسؤوليتها عن حادث فرنسا، بل اكتشفت رسالة على تليفون الشخص اللي قام بالحادث ده في فرنسا تؤكد انتماء داعش وان هو تم تجنيده بداعش. ايه رأيكم؟ هو إيه؟ ليه المسلمين بيعملوا كده في مكان؟ أيضا شخص مسلم أفغاني بفأس يهجم على 21 ألماني في قطار، ده من ميل أونلاين. ليا سؤال، وده الكلام ده برضو قالته وسائل الإعلام، ده مش كلامي أنا. اللي ينكر أن الإسلام يشن حرب عالمية يبقى مش شايف كويس الصورة، زي يده يكون إنسان وحش ويده على كل إنسان ويد كل إنسان عليه، ده اللي بيحصل. المسلمين دين السلام بين قوسين شنوا فقط السنة دي، لسه ما كملناش، بنتكلم على 6 شهور وشوية، فقط في 6 شهور ونص 1274 هجمة إرهابية. دين السلام ايه بالذمه اللي يعملوا اتباعه كل هذا الكلام؟ عشان ما حدش يقول ده مجموعه ودول ما ينتموش للاسلام، ده في كل مكان. في 50 دوله، ده هتلر ما هجمش على 50 دوله، قتلوا فيها 11774 شخص وجرح 14000 شخص، بدون ما نتكلم كمان على اللي بيحصل في الشرق الأوسط زي مصر وغيره من القتل اللي بيحصل للمسيحيين على يد المسلمين الإرهابيين. ده احنا بنتكلم على عمليات إرهابية معترف بيها، مش زي مصر كلها حوادث فردية ولا مجنون. كل اللي بيقتلوا المسيحيين في مصر مجنون، هو مش عارف كل اللي بيأسلم أو اللي بيتقرب زيادة لإله الإسلام ويدرس أكتر القرآن بيبقى مجنون ويقتل المسيحيين. حاجة غريبة غريبة، الإسلام اللي يتقربوا له ده يتجنن. ما علينا، أرجو أخوات الأحباء المسلمين ما تزعلوش، أنا بأنقل فقط الأخبار، لكن احنا بنحب المسلمين ولكن نكره الفكر الإسلامي اللي بيخلي كثير من المسلمين يعملوا هذه الأمور. رغم كل هذه الشرور والخوف اللي أصاب العالم من اللي بيحصل، إلا أن الزاوية واحدة مضيئة، كثير من الغير المسيحيين بيقبلوا الرب يسوع المسيح، ومنهم مسلمين في الغرب بكميات ضخمة، وأيضا الإسميين المسيحيين الإسميين في الغرب بدأوا يتساءلوا، هو إيه اللي بيحصل ده؟ هل ده نهاية العالم؟ ما قد تطلع المسيحية صح طالما الكلام ده ابتدى يحصل، وبسبب ما يحدث كتير بيرجعوا للرب يسوع المسيح، سواء من مسلمين أو حتى من مسيحيين كانوا إسميين. حقيقي حقيقي أعداد كتيرة، الله لا يترك نفسه بلا شاهد، وفعلا زي ما قال ربنا كل الأشياء تعمل معا للخير. أخبار عامة،
في ولاية كنتاكي التحقيق في أصوات الانفجارات الغريبة التي تسمع لغاية دلوقتي مش عارفين السبب. حادث مفزع وهو عارضة أزياء يظهر عليها لبس شيطاني بوضوح أثناء مقابلة تلفزيونية في تايلاند. الفيسبوك يصبح يلغي الصفحات الساخرة الناقدة لهيلاري كلينتون. فالفيسبوك اللي المفروض ان هو محايد غير محايد للمرة بل مؤيد لهذه المترشحة للأسف. بعض الألعاب الإلكترونية قد يكون لها القدرة على أن تسيطر على حسابك في جوجل. خلي بالكم من لعبة جديدة بيقولوا عليها، أنا نسيت اسمها، بوكيمون، ما أعرفش إيه إشكالية اللعبة دي، أنا ما أعرفهاش، ولكن لقيت انتشرت أخبار كتيرة وحشة عن هذه اللعبة. أنا ما أعرفش إيه كارثة اللعبة دي بس تحذيرات كثيرة جدا منها. بيقولوا إن هي فعلا تجسس وبتسيطر على الأكاونتس وحاجات زي كده. وشم إلكتروني يرصد الانفعالات. للأسف الكثيرين يشترون طعام معدل جينيا ومش عارفين ليه، لأنه مش مكتوب عليه، لأن الشركات الأمريكية بتاعت تعديل الطعام جينيا بتعرف تتهرب من القانون وما بتكتبش. القمح، الذرة، الأرز وغيره من إنتاج شركة مونسانتو وغيرها خلاص اتغير من عشرات السنين وأصبح معدل جينيا وبيسبب مصايب في الصحة، والشركات دي للأسف ما بتخضعش للقوانين الأمريكية. في فيديو على فكرة في الموضوع ده اللي يحب يسمعه فعلا هيشوف المصايب في هذه الأمر. الإعلان عن تمثال إله الحرب في الصين، وده من أرت نيوز أو راشا تايم نيوز وأدي صورته، وتوقيت غريب. إيميل جديد يظهر يربط بين هيلاري كلينتون وجهة تمويل إسلامية. فأموال كثيرة من اللي كانت بتمول هيلاري كلينتون في فترة الانتخابات دي جهات إسلامية. ألف مبروك لو فازت الحاجة هيلاري كلينتون. أوباما يقول تعليق مؤيد للشريعة الإسلامية يذهل الكثيرين من التعليق اللي قاله. تعرفين لو شيخ الأزهر كان ماسك مكان أوباما ما كانش هيعرف كل يعمل كل الفوائد اللي عملها أوباما للإسلام. جون كيري يقول أنه سيحقق وعد أوباما في أن يحضر 10,000 لاجئ سوري جدد قبل نهاية شهر سبتمبر. طبعا عارفين اللاجئين اللي بيجوا دول شكلهم إيه؟ غالبا لهم من سوريين ولا هم من أصلا لاجئين، دول مسلمين قادرين على حمل السلاح. عشان تتأكدوا وسائل الإعلام نشر الإحصائيات ليهم عدد اللاجئين، وبصوا عدد المسيحيين اللي فيهم قد إيه ده بالشهر. في شهر أكتوبر جه 187، جه منهم 4 مسيحيين والباقيين شباب سنيين. في شهر نوفمبر 250، جه منهم 1 مسيحي. ديسمبر 237، جه منهم 1 مسيحي. يناير 167، 1 مسيحي. فبراير 114، منهم 1 مسيحي. مارس 330، جه منهم 1 مسيحي. ابريل 451، جه منهم 1 مسيحي. مايو 1069 مسلم اغلبهم ارهابيين، منهم 2 مسيحيين بس. ويونيو 2406، منهم 8 مسيحيين. ممكن تقولوا لي هو مين اللي بيموت في سوريا والعراق؟ المسلمين لا سمح الله. لا داهية لا يكون داعش دول مسيحيين بيقتلوا المسلمين وانا مش واخد بالي. ممكن تقولوا لي اوباما وادارته منعين هجرة او اللاجئين المسيحيين ليه وبيجيبوا شباب مسلمين حامل السلاح السنية اللي تابعين لداعش؟ اوباما يدفع باجندة العولمة ويطالب الامم المتحدة بمحاربة الارهاب. تكررت حالات قتل مجموعات من الشرطة عن طريق إطلاق النار عليهم في الشوارع في أمريكا، وده من US Today. قلت لكم الخبر، 37 مدينة أمريكية سيرة على الشرطة.
ازدادت جدا كراهية الشرطة في أماكن كتيرة في أمريكا، وتتكرر حالات الاعتداء عليهم. وأيضا شركة تاكو ترفض موظفيها، يرفضوا يقدموا أو يبيعوا طعام للشرطة الأمريكية. بل وصل الأمر إن شرطي راح المستشفى بسبب إن هما في ساندويتش حطوا له قطعة إزاز صغيرة جوه الساندويتش، فطبعا بهدلته وراح المستشفى نزيف داخلي. إيه رأي حضراتكم؟ آدي الخبر ABC نيوز. فعلا أصبحت منقلبة على ذاتها أمريكا. عدد كتير من اليهود يهربوا من فرنسا، وبخاصة بعد هجوم أو الكارثة أو الحادثة اللي حصل في فرنسا. أخبار اقتصادية، فعلا العالم المضطرب والناس الخايفة من بكرة. كثيرين يتوقعون بأن هناك حرب عالمية قادمة، والاقتصاد العالمي أسوأ مما يتخيل البعض. شركة سيجات للإلكترونيات تقص 6500 وظيفة أو سيجيت بسبب الأحوال الاقتصادية. بل وصل الأمر إن ألمانيا تبيع سندات بفايدة سلبية لمدة 10 سنين، ده من رويترز، متخيلين؟ الاقتصاد الألماني على حافة، فبنك يغلق 200 فرع ليه تقريبا بسبب الأزمة الاقتصادية في فنزويلا ونقص الطعام. فوق 100,000 شخص يخرجوا على رجليهم ويعبروا الحدود ماشيا عشان بس يلاقوا أي طعام في أي مكان تاني. فعلا ربنا يحافظ، يعني مش عارف أقول إيه، ربنا يساعد شعب فنزويلا في المصايب اللي حصلت له. اضطهاد المسيحيين، برنامج تلفزيوني في ABC يقول إن الكنيسة هي اللي تلام في أغلب الأعمال الوحشية. المسلمين ذبحوا في 6 شهور 11,000 وشوية شخص في العالم، وأمريكا تقول على الإسلام دين السلام والمسيحية هي اللي وحشة. طب تقول إيه بالزمن؟ مش ده بالظبط فعلا أسلمهم الله إلى ذهن المرفوض، لأن هم أحبوا الظلم أكتر من النور وسابوا ربنا، فربنا سابهم بالذمة. ده كلام يطلع من حد عاقل؟ مش عارف أقول إيه. المدارس الأمريكية بدأت تجبر الطلبة على إخفاء الصليب اللي يرتدونه بحجة عشان ما يضايقوش غير المسيحيين. الصليب أصبح لو تلبسه بيضايق غير المسيحيين، لكن بتعود الشواذ والكلمات القذرة على التيشيرتات ويلي 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 ويلي، ده عادي، حرية. لكن المسيحي ما يلبسش صليب ليه؟ أصله بيضايق الناس الباقيين، فما عندكش حرية. تشبيه الشباب المسيحيين المرنمين بالنازية وبداعش. المسلمين يذبحوا ويسفكوا دم الناس الأبرياء في الشوارع في كل مكان في العالم ويقول عليهم دين سلام، والمسيحيين يرنموا للسلام ويقول عليهم ده انتوا ده. طب تقول ايه؟ ايه الضلال الناس اللي هم فيه ده؟ فعلا الشيطان اعمى عليهم. ايضا المدارس الامريكيه حذف الطلبه عشان تمنعهم ان هم يزوروا متحف الخلق اللي على شكل فلك نوح في كنتاكي اللي هو بتاع هام. ومرة تانية بقول لحضراتكم، اللي موجود في أمريكا ويقدر يروح كنتاكي يا ريت يشوف المتحف، وليت تاخد أولادك معاه، لأن مقدم أدلة قوية على الخلق وعلى فلك نوح. مدارس الأمريكية وصلت الحيادية بتاعت الأدلة تقول للطلبة ما يروحوش متحف الخلق. ليه؟ عشان مش عايزين الطلبة يشوفوا الأدلة العلمية على الخلق وعلى الطوفان. بعض القنوات الأمريكية تسخر من فلك نوح بتاع متحف هام وتتعجب ماذا بني. طب حد فيكم راح زار عشان يشوف الأدلة اللي قدمها؟ آدي الحيادية ولا بلاش. الكنيسة تقول للحكومة الروسية أنها لن تغادر روسيا حتى القانون الجديد اللي يمنع التبشير. يعني روسيا اللي قلنا كويسة والمسيحية فيها إلى حد ما، حتى دي برضو الشيطان بدأ يسيطر على قوانينها. أصبح كل العالم تقريبا بيضطهد المسيحيين. آلاف المسيحيين يصومون في روسيا بعد أن وقع بوتين للأسف على قانون منع التبشير. الصين تأمر بمنع
ذهاب الأطفال إلى الكنائس وتهدد أولياء الأمور. واو، أصبح دلوقتي اللي ياخد ابنه ويروح بمدارس الأحد أصبح جريمة. بالفعل تم إقامة صلاة للشيطان في المدينة الأمريكية بنسيكولا، والجمع والأغلبية معترضين، ورغم ذلك الشرطة تدخلت وطردتهم عشان تكمل الصلاة الشيطانية. أمال فين الحرية وفين التعبير وفين الانتخابات وفين الديمقراطية والأغلبية والكلام ده لما أغلبية الشعب اعترض على الصلاة دي وما كانش عايزها؟ ليه بنسيكولا الإدارة المدينة أصرت عليها يا ترى؟ طبعا ممنوع أن الصلاة مسيحية، لا لا لا، علشان الحريات وإحنا مش بتعود الحاجات اللي زي دي، لكن يدعو بتاع الصلاة بتاع الشيطان دي حرية. والشعب لو اعترض بالكامل برضو هيصلي في المجلس المدينة للحرية. غريبة كلمة الحرية اللي تستخدم لطرف واحد بس دي. عند المسيحية لا، مش حرية، أما عند أي حاجة تاني، شواذ، ملحدين، مسلمين، عبدة شيطان، كلهم في كفة واحدة، حرية. رفع قضية الكنيسة في قوة بسبب القانون الجديد والتحكم في وعظات القصوص. حضار الأخلاق اللي زاد قوي للأسف بسبب الشواذ، أصبح يوصف القادة المسيحيين بأنهم أعداء المساواة. يا حرام، إحنا أصبحنا enemies of equality. ليه؟ علشان مش بنساوي ما بين الشواذ وما بين الناس العاديين. ليه؟ أصل إحنا وحشين، بتعود كراهية لما بنقول الشذوذ خطية، لكن المسلمين يذبحوا عادي، دي حرية براحتكم. الشواذ والملحدين يعملوا كل اللي ببدلهم في قلة الأدب والهجوم على الكتاب المقدس، حرية. مش عارف أقول إيه فعلا. ويل للقائلين الخير شر والشر خير، واللي بيكيلوا بمكيالين دول. تصويت نتائج صادمة يوضح أن أغلبية الأمريكان لا يوجد إشكالية لكل إنسان يريد يغير جنسه. الإشكالية أن أغلب الأمريكان ضد الشذوذ، والتصويت لما يطلعوا نتائج يقول لك أغلب الأمريكان معاهم. تصاعد عدد السياسيين الشواذ في أمريكا لرقم قياسي. أول برنامج تلفزيوني عن الديتينج، عن طلاق الشواذ، عاملين ديتينج دلوقتي للشواذ في التلفزيون. رجل يدعي أنه متحول جنسيا لامرأة يتقبض عليه في تارجت اللي بتأيد الشواذ في إيداه، لأنه يسترق النظر على الفتيات وبيسجلهم فيديو في غرف تغليف الملابس. آدي الشواذ وتأييد الشواذ. عايزين الشواذ الرجالة يدخلوا الغرف تغيير الملابس بتاع البنات والستات، طب شوفوا بيعملوا ايه. ايه رأيكم؟ المدارس الأمريكية تحاول أن تجعل الطلبة يلقبون المتحولين جنسيا بزي. فاكرين زمان لما كانوا يعلمونا في ابتدائي الإنجليزي هي وشي؟ خلاص مش هيبقى فيه هي وشي قريب، هيبقى فيه زي. ما تقولش هي وشي تاني، تقول زي. ايه رأيكم اللي بيحصل ده من ميل اونلاين؟ عشان ما تضايقش الشواذ، ما انت مش عارف اذا كان ده راجل ولا ست ولا جندر فلويد ولا جندر مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه، فخلاص قول له زي وريح نفسك. كنتوا بتسالوني من شويه صغيره ازاي التطور والكذب بتاعه دخل في التعليم، طب شوفوا اللي بيحصل والشذوذ ازاي بيدخل في التعليم الايام دي. سيدرسون في المدارس في كاليفورنيا قريبا دروس عن تاريخ معاناة الشواذ. يا حرام، ولا روتس ولا معاناة السود يا رب في تاريخهم. بالذمة ده كلام حرام، الشواذ وتاريخهم من المعاناة، وطبعا الشفقة والبكا اتظلموا فعلا أصعب من زمن سدوم وعمورة. عشان كده ده اللي بيحصل حوالينا. فمرة تانية كل اللي بطلبه ان احنا نستعد، العالم بيتغير من حوالينا. اعتقد شفنا، افتكروا من 3-4 سنين ما كانش الشذوذ بهذا الامر، دلوقتي اصبح حقيقة واقعة.
الإلحاد ما كانش بهذا المنظر أصبح دلوقتي في 5 6 سنين في مصر وغيرها حقيقة. فخلي بالكم الدنيا بتتغير بسرعة فعلا زي ما قال مسرع. فعشان كده محتاجين نستعد، العالم محتاج صلواتكم، لأنه بدون نوركم مش هيبقى فيه نور. أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض. استعدوا لاستقبال العريس بالصلاة بالصوم بخدمة أبناء ربنا، بالكلام عن المسيح، بالكلام عن الفكر الصحيح، بعدم الخوف إن أنت تتكلم عن مسيحك ومسيحيتك، بتنقيت القلب، بالاستعداد بلباس العرس. ده المهم اللي عايز أقوله لحضراتكم. حين الوقت إنها ساعة لنستيقظ من النوم، هو ده اللي بقوله، نستيقظ من النوم، ده هدفي. خيالكم الشيطان حاسس إن ليه زمن يسير، فعشان كده ابتدى يزود. المهم ما تخافوش، لكن نتنس كل كلمة وكل حاجة قالها لنا ربنا، نثق في كل كلمة في الكتاب المقدس، ونستعد باستمرار زي ما قال لنا متى بدأت نحن نبتدي نستعد. هو ده المهم. الشيطان عايز يفقدنا سلامنا وعايز يخسرنا الأكلية. استعدوا، ممكن أي حد يسلم ودعته في أي وقت. المسيح قرب، اصنعوا ثمار تليق بالتوبة. واللي حابب واللي معرفش ربنا لسه وما أقامش علاقة قوية بالمسيح، النهاردة الآن، ما تأجلش البكرة، أنت مش ضامن بكرة يكون في إيه. الآن أقف قدام ربنا وقدم حساب عن حياتك. استعدوا لاستقبال العريس واصنعوا ثمار تليق بالتوبة. أمين. تعالى أيها الرب يسوع. آسف طبعا.